السلام عليكم ورحمه الله، متابعين قناه مشاوير، يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده موجودين في محمد نجيب في العسوي عند محل بخيت العطار. هو عنده تشكيله كبيره قوي من مكسرات ويميش رمضان، والحاجات عنده كلها مستورده ونظيفه جدا. دي اسعار كان البندق المقشر، وده اللوز الكيلو بتاعه ب 240 جنيه. في عنده كمان سوداني ب 110، وعين الجمل عامل 280 جنيه الكيلو. وده الزبيب اللي هو الغامق، وده الفاتح، الفاتح عامل 110، والغامق كان عامل 80 جنيه. وفي بقى اللفات بتاعت قمر الدين، في الاحلام ده ب 52، وتوليد ده ب 55، وفي نور الدين ده ب 15 اللفة. تمام. وفي الهدى ده عامل 12.5. وعنده كمان اللفات بتاعت التين، هو عاملها كده، يا اما اللي هو اللفة الجاهزة بتاعت الشركة دي، او يا اما العلب. اللفة دي ب 40، والعلب عاملة 220. عنده كمان القراصنة، هو اللي بيميز العطار ده ان حاجته بصراحه كلها نظيفه. ده القراصي عامله 280، والمشمشيه ب 220. بصوا يا جماعه الحجم بتاع المشمشيه دي ب 238، الكبيره شويه، والصغيره ب 220. عنده بقى علبه البلح الكبيره دي 10 كيلو، الكيلو ب 38 منها. ده البلح اللي هو بتاع الفطار، اللي هو الطري ده، مش اللي بيتنقع. تمام. ده الكيلو بتاعها ب 38، والعلبة العشرة كيلو على بعضها ب 380، لو حب ياخد العلبة كلها على بعضها. وفي بالكيلو عادي، اللي عايز بالكيلو ياخد. البلح بصراحة عنده كله نظيف. بصوا ده البلح بقى اللي هو بتاع الخشاف، فيه من اول 30 جنيه عنده، ب 32. البلح كله كبير مش صغير، ومسكر، ومن جوه القلب بتاعه نظيف. عنده من اول 30 جنيه لحد 48 جنيه البلح، على حسب بقى اللحم اللي جوه البلح والسكريات بتاعته. طبعا هو المحل ما شاء الله مليان حاجات كتير، والحاجات الحلواني والخامات بتاعت الحلواني والزيت والسكر، وعنده بقالة كتيرة جوه. بس احنا صورنا لكم الجزء بتاع اليميش والمكسرات بتاعت رمضان والبلح. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير والكومنت، وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش. والسلام عليكم.